قول لي بلادي راه غيبدا غيب عبد الله غيوقع هاي يا ودي طويقيه جايده في القاره قول المرض لك يا ولد حتى هات يا خلف المشترار معير 80 ريال 70 ريال في البقعه والبيع شحال واليوم نبيع جوج درهم ما باغي لك لا على مسكين لا على مسكين داك الشيء راه مشى بغينا الدراهم باش يعيشوا مالي المال بغينا ما يغرقوا مشاهدي مشاهدي وتبعي قناة شوف تي في مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب سوق الخضر والفواكه بالجملة بمدينة الدار البيضاء. معنا واحد البائع ديال البصلة بالجملة واللي كيقول بأنه شرى البصلة ب 4 دراهم الكيلو في البحيرة وكيبيعها بجوج دراهم غادي نعرفوا السبب. أشي عندي الشريف السلام عليكم سلام مرحبا قرب عندي باش يسمعوك الناس. انا سيدي شاين في القاره 80 ريال 70 ريال 75 80 واليوم تنبيعوا فيها ب 40 ريال. علاش؟ بغاتهم بصحتهم. واش حيت العرض ما بقى العرض كثر من الطلب زعما البصله موجوده؟ ما بقات فلوش في المول والفلوس ما بقاش عندهم. دابا انت كتبيع بالخطيه وي وعلاش؟ بغات واش غنديروا؟ راه 100 مليون فرتكنا. لا واش قلت لهم قول لي بالغلاوات. اش غنديروا؟ ما تصوروش. شكون بغيت كل غاتمشي للحبسه نسقى. مشيو لا اش غيمشي للحبسه بالعكس. اش غيمشي للحبسه؟ ياك الحبس فيه الخبز. امسلف امسلف هو وبارك انا لا شادي شادي القرض ومهار. شي واحد يقول لنا علاش زعما البصله طاحت في التاريخ؟ اجي عندي اخويا. اه ودوي معنا انا عارف مول البصله انا راني اجي مول البصله اجي قول لي علاش البصله طاحت في الثمن في نظرك؟ تفضل. الناس راه شارين ب 4 دراهم في البحيره شارين ب 70 والسوق هو دابا راه 50 40 60 ريال المليح. اجي عندي هنا حدا البصله دابا راه السوق 60. لا وعلاش طاح في الثمن؟ ما الخضره هي كطلع وكتهبط يعني حيت اليوم شفت البصله موجوده في المارش يعني هذا هو السبب. كيف دافع البصله موجوده؟ موجوده كلشي المناطق دافع اللي من لاس اللي قاسم الغرب كوالا كارا كلشي دافع نفس الثمن بحال هذه بحال البصله الاخرى الخضاريه اللي كيقولوا بحال 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 سلعه واحده واخا ثمن واحد. وبغي الجوده على الكوالا. شكرا مع سيدي ربي بغا ديالو. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.